يا طالب العلم، إن لم تر للعلم أثرا في قلبك، وإن لم تجد للعلم أثرا في عبادتك، في معاملتك لعموم المسلمين، فأعد النظر في طلبك وانظر في حالك. فإن العلم النافع الصحيح إذا أخذ بالطريق الصحيح لا بد أن يكون له أثر صحيح. وأعظم الأعمال التي يتفقه فيها طالب العلم الصلاة، فهي أهم شأن المؤمن وأهم أمر المؤمن، وهي مفتاح الأعمال. إن صلحت صلح سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة، أيها الأحبة، إن أعظم نعم الله عز وجل علينا على الإطلاق أن جعلنا مسلمين، وهدانا صراطه المستقيم، وحببنا في المنهج الحق، منهج السلف الصالح رضوان الله عليه. ومن أعظم النعم في ذلك أن يسر لنا طلب العلم. العلم خير كله، العلم تصح به الأعمال، والعلم تزكو به النفوس، والعلم تسمو به الأخلاق، والعلم يطرد الشبهات ويضعف الشهوات. طالب العلم بالعلم يصبح رحمة لنفسه ورحمة لغيره من الناس. ولذا يا طالب العلم، إن لم تر للعلم أثرا في قلبك، فلم تجد للعلم أثرا في الخشية، وإن لم تجد للعلم أثرا في عبادتك، وإن لم تجد للعلم أثرا في معاملتك، في معاملتك لوالديك، في معاملتك لزوجتك وأولادك، في معاملتك لجيرانك، في معاملتك لإخوانك، في معاملتك لعموم المسلمين، إن لم تجد للعلم أثرا في أخلاقك فأعد النظر في طلبك وانظر في حالك. فإن العلم النافع الصحيح إذا أخذ بالطريق الصحيح لا بد أن يكون له أثر صحيح. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأعظم الأعمال التي يتفقه فيها طالب العلم الصلاة، فهي أهم شأن المؤمن وأهم أمر المؤمن، وهي مفتاح الأعمال. إن صلحت صلح سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. ولذا ينبغي على المؤمن الحريص أن يحرص على فقه الصلاة حرصا شديدا، وأن يعيد النظر وأن يكرر النظر في فقه الصلاة،
ليزكو هذا العمل الذي إن زكى زكت بقية الأعمال، وإن صلح صلحت بقية الأعمال. ونحن بحمد الله عز وجل في هذه الدورة العلمية المباركة، دورة إمام دار الهجرة، دورة الإمام مالك رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، والتي تقام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد بدأنا في الدورة الماضية بفقه الصلاة من خلال الكتاب العظيم والمتن العظيم منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله رحمة واسعة، وأخذنا ما تيسر على طريقتنا في الشرح. ثم ها نحن في هذه الدورة العاشرة نكمل ما بقي علينا من كتاب الصلاة من منهج السالكين. وكنا في آخر مجالسنا قد تكلمنا عن صفة الركعة الأولى من الصلاة، ثم تكلمنا عن صفة الركعة الثانية من الصلاة، وتكلمنا عن التشهد الأول وما يتعلق به، وفرغنا منه ووقفنا عند هذه النقطة، وبقي علينا ما يتعلق ببقية الصلاة إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية. فنبدأ من هذا المقام في ليلتنا هذه، سائلين الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن ينفعنا بما نقول ونعلم. فيبدأ الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ ما تيسر من المتن في هذه الليلة. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه ثم يقوم لبقية صلاته ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة. ثم نعم، يعني أنه إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإن المصلي يأتي بما بقي من صلاته بعد التشهد الأول كما فعل في الركعة الأولى والثانية، يعني على نفس الصفة في الركعة الأولى والركعة الثانية، غير أنه يجعل صلاته في الركعات الأخيرة أقصر من الركعات الأول. وهذه السنة أن تكون كل ركعة أقصر من الركعة التي قبلها، فتكون الركعات الأخيرة أقصر من الركعات الأول، ويقتصر في القراءة في الركعات الأخيرة على قراءة الفاتحة، لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح، متفق عليه. هذا الحديث دل على ما ذكرناه أن كل ركعة تكون أقصر من التي قبلها، وأن المصلي يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب فقط، لقوله وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. هذا هو الأصل، لكن لا بأس أن يقرأ المصلي أحيانا مع الفاتحة شيئا من القرآن في الركعتين الأخيرتين، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين
في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك، رواه مسلم. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يزيد على قراءة الفاتحة، لأن الفاتحة أقل من 15 آية، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد أحيانا في الركعتين الأخريين أو الأخيرتين على قراءة الفاتحة. أيضا ورد هذا عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فقد روى مالك والبيهقي وابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقرأ في كل الركعات، يعني يقرأ بعد الفاتحة، ورووا ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قرأ بعد الفاتحة بعض الآيات. إذن ماذا نقول؟ نقول الأصل أن المصلي في الركعتين الأخيرتين أو في الركعة الأخيرة في الصلاة الثلاثية يقتصر على قراءة الفاتحة، ولا بأس بل من المشروع أن يقرأ أحيانا بعد الفاتحة شيئا من القرآن لدلالة السنة على هذا. نعم.